الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر الإخوة التلاميذ الأعزاء. معكم اليوم أستاذ محمد ساجا ليوبا في سيم تشارو 44 يدرس اللغة العربية Arab Langue Vivante LV2. انظروا معي وسمعوا إلي يا تلاميذ وأنتم في البيت، ماذا ترون في هذه الصورة؟ بابكر أنت؟ هذا ولد جميل. دبا وأنت ماذا ترين في هذه الصورة؟ جيد. أرى فرسا جميل. محمد ماذا ترى في هذه الصورة؟ جميل. أرى نساء جميل. شكرا. ماذا يفعلنا؟ جميل. يزرعنا. شكرا. جميل. إذن إننا كلمة يهتم، يهتم ب والمواد الغذائية ويسمح لي. جميل. يهتم من يكون جملة مفيدة مع يهتم. بابكر أنت؟ يهتم التلميذ بدروسه. شكرا. دبا جميل. دبا كوني جملة مفيدة. من يكون جملة مفيدة مع هذه الكلمة المواد الغذائية؟ دبا أنت؟ جميل. الفستق والطماطم من المواد الغذائية. جميل. يسمح أيضا، من يكون جملة مفيدة مع يسمح؟ محمد. يسمح الأستاذ للتلميذ بالخروج. أحسنت. جميل. إذن الدرس يتحدث عن ماذا؟ دبا عن المستشفى؟ لا. عن ماذا؟ عن السوق؟ لا. عن ماذا يا محمد؟ عن الحقل وعن الزراعة. شكرا. إذن درسنا اليوم يدور حول الزراعة. انظر واستمع جدا. أقرأ لك النص واستمع. السنغال بلد زراعي يهتم سكانه بزراعة المواد الغذائية. يلقى أحمد صاحبه عليا فيقول له: علي، السلام عليكم يا أحمد. أحمد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين تذهب؟ علي: أذهب إلى الحقل. علي: ولماذا ترك أذهب إلى الحقل؟ جميل. أحمد: ماذا تفعل في الحقل؟ فهل أنت فلاح؟ علي: نعم أنا فلاح. أحمد: ماذا تزرع؟ علي: أزرع الفول والفستق والذرة. وأنت ماذا تعمل؟ أحمد: كنت فلاحا أزرع الطماطم والبصل والبطاطا والبطاطس. علي: ولماذا تركت الفلاحة؟ أحمد: تركت الفلاحة لأني مريض وصحتي لا تسمح لي بالقيام ببعض الأعمال. علي: وأين صديقك إبراهيم؟ أحمد: هو الآن في المدينة. علي: ماذا يعمل؟ أحمد: هو تاجر يبيع الأرز والسكر والبن. الآن عندنا كلمات جديدة مهمة أيضا في النص التي شرحتها في البداية، لكن لا داعي أن نكررها لأن التكرار مهم جدا. كلمة يهتم، من يوظف هذه الجملة المفيدة؟ جيد. انظر، أنا أوظف لك. التلميذ
يهتم بدروسه يهتم بدروسه يراجع العربية والجغرافيا والتاريخ والرياضيات يهتم بدروسه. جميل. وآية كلمة أيضا المواد الغذائية، الفستق والطماطم والبصل من المواد الغذائية. وآية كلمة أيضا يسمح لي. جيد، من يحاول شرح هذه الكلمة؟ أنت يا محمد؟ الأستاذ يسمح للتلميذ بالخروج، شكرا. وكلمة أخرى أيضا مهمة جدا، ما هي؟ تطورت. من يحاول شرحها؟ من يحاول؟ نعم، أنت يا دبا؟ نعم، تطورت الصناعة في الوطن. نعم، شكرا يا دبا، تطورت الصناعة في الوطن. جميل، أحسنت. من هو أحمد؟ إلى أين يذهب علي؟ ماذا يزرع علي؟ نذهب إلى الإجابة. أحمد، جميل، أحمد صاحب علي. الجواب الثاني، إلى أين يذهب علي؟ محمد، يذهب علي إلى الحقل. جميل، ماذا يزرع علي؟ دبا، يزرع علي الفول والفستق والذرة. أحسنت يا دبا، شكرا، بارك الله فيك. من يستخرج من النص جملة فعلية ومن يستخرج أيضا جملة اسمية؟ دبا، يلقى علي، يلقى أحمد صاحبه، شكرا، جميل. نعم، الجملة الثانية، من يستخرج جملة اسمية؟ محمد، يبيع التاجر الأرز. لا، من صحيح؟ دبا، التاجر يبيع الأرز، شكرا يا دبا، جميل، التاجر يبيع الأرز، أحسنتي. الآن من يكون جملتين اسميتين وجملتين فعليتين؟ دبا، الجملتين الفعليتين، أولا يكتب التلميذ الدرس، جميل، أحسنتي. بابكر، جميل، قرأت مريم القرآن، شكرا. ومن يكون أيضا جملة، جملتين اسميتين؟ محمد، التلميذ يكتب الدرس، شكرا، أحسنت. بابكر، جملة اسمية أخرى، الفلاحة تزرع الفستق، جميل، أحسنت يا بابكر، بارك الله فيك. إذن ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية؟ أين التلميذ الذكي؟ دبا، الجملة الاسمية تبدأ بحرف، خطأ، جيد، خطأ. من يصحح؟ محمد، الجملة الاسمية تبدأ باسم، جميل، والجملة الفعلية تبدأ بفعل. شكرا، أحسنت يا محمد، جميل، بارك الله فيك. إذن معنى ذلك، فهمنا الجملة الاسمية وفهمنا الجملة الفعلية، إذن ميزنا بينهما.
من يرتب أجزاء الجمل المبعثرة لتصبح نصا صغيرا؟ عندك ليزرع الفستق والأرز، عندك يذهب إلى الحقل كل صباح، عندك علي فلاح كبير. من؟ فكروا جيدا، شغلوا العقول. بابكر، علي فلاح كبير، جميل. يذهب إلى الحقل كل صباح ليزرع الفستق والأرز، جميل، أحسنت. إذن علي فلاح كبير يذهب إلى الحقل كل صباح ليزرع الفستق والأرز. أشجعكم على متابعة هذه الدروس يا أولادي وأنتم في البيت. إذا كان الأستاذ يدرس على التلفزيون وأنت تشاهد، خذ دفترا وقلما وشاهد كأنك في الفصل، هو يدرسك، هو يسألك بالذات، أنت فقط من يسأل. إذا خذ وقتك وخذ دفترك وقلمك وانظر إليه وتستمع وتشاهد وتتابع كأنك في الفصل، كأنه يطرأ عليك الأسئلة، هو يدرسك. هذا شيء مهم جدا. لماذا؟ لأن الوقت الآن ما عندنا وقت، ونحن الآن في البيت، يجب علينا أن ندرس. إذا لم ندرس سننسى كل ما درسنا ونحن في فصل امتحان بيفهم. إذن انظر، شاهد كل الدروس مع كانال إديكاشون، لأنها دروس مهمة. كل الدروس، جغرافيا، تاريخ، فرنسية، عربية، رياضيات، ماتماتيك، كل هذه شاهدها، دروس مهمة جدا. نشجعك على هذا يا ابني التلميذ ويا ابنتي التلميذة، لأن هذه دروس مهمة جدا، ودروس طيبة، ودروس ما شاء الله تلقى بصورة واضحة كأنك في الفصل. خذ دائما، خذ دفترك وخذ قلمك، وكل ما تفعله اتركه وذهب إلى صالونك مع دفترك، هذا مهم جدا. إذا إلى اللقاء إن شاء الله، تابعوا معنا في قناة إديكاشن. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.